ما يقارب 3% من الممارسين للنشاط الفلاحي يغادرون القطاع جراء المديونية التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1300 مليار، وفق ما أكده عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش. تتراكم على الفلاح مبالغ كبيرة من المديونية، وصلت اليوم في مبلغ إجمالي بحوالي 1300 مليار. ال 1300 مليار هذوما أصل الدين 900 مليار، والبقية هما فوائد تأخير ومعناها وخطايا. اليوم العديد من مزارعي الحبوب، العديد من مربي الدواجن، العديد من مربي الأبقار والأغنام، وبحكم معناها حتى التسعيرة نتاع الحليب وارتفاع كلفة الإنتاج بعد غلاء الأعلاف بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قاعدين يغادروا معناها في مناطق الإنتاج وقاعدين يغادروا في الدورة الاقتصادية الفلاحية. اليوم عندنا حوالي 3% من الممارسين للنشاط في القطاع الفلاحي يغادروا سنويا المنظومة هذه. تتالي مواسم الجفاف ألقى بظلاله على مردودية نشاط أكثر من 80% من صغار الفلاحين الذين باتوا يعتمدون كليا على التدين للتزود بمستلزمات فلاحية تشهد أسعارها ارتفاعا مع كل موسم. التراكتور بالديون، الزريعة بالديون، الدوي بالديون، لموني، تريلمي، الحارث، كلها مشالة ومخنوقة بالمديونية، ماخذ قروض من عند الجمعيات، ماخذ الدواء من عند المواد الفلاحية. الفلاح كلها لهنا مشالة في الأدوية، في السناتج، في الماء، في التراكتورات، في الحارث، كلها مشالة، ما ثمش من مش مشيل. أنت ما تخلصش مثلا عام الدين نتاعك، تفاقم الدين، تولي تبقى في تبعية، زيد مع الانتيريس تتضاعف المديونية وتفقد الحلقة، لأنه ما عادش النجم يدخل في 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 الإنتاج، تولي كل فلاح تصير المشكلة كيف هناك يوخر على الفلاحة، كل فلاح يوخر على الفلاحة. أمام صعوبة الوضع شدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أهمية دعم صغار الفلاحين عبر تحسين خط التمويل بالبنك الوطني الفلاحي، إضافة إلى دعم الفلاح خلال المواسم الكبرى عن طريق صندوق الجوائح. سرعونا في المنح ويعملون جدول للديون، وبارسا انك تاخذ قرض من عند البنك، ثم تو دانتيري مرتفع جدا. راه خويا ما هو الفلاحه ونقص الانتيري. قدمنا العديد من المقترحات، اولا لانه يلزم يكون فما تمويل واضح للقطاع الفلاحي. اليوم البنك الوطني الفلاحي لا يتعدى رقم معاملاته 6% في القطاع الفلاحي، يلزم اليوم فما تمويل، لانه ياو 85% من فلاحتنا صغار فلاحين. في نفس الوقت اليوم يلزم نقفوا بجنب فلاحينا بالاخص في المواسم الصعبه كما تو موسم الحبوب. طالبنا اللي انهم يدخلوا الحكومه وسيد رئيس الجمهوريه شخصيا لدعم الفلاحين عبر صندوق الجوائح الطبيعيه. وتبقى المديونية إحدى المعضلات التي يواجهها الفلاح بالعزوف عن مواصلة نشاطه في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم لإنقاذ منظومات إنتاج باتت مهددة.